السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة المستمرة لثورة تشرين التي نقدمها لكم من قناة الرافدين، حيث نناقش استمرار الزخم الشعبي للتظاهرات الرافضة للعملية السياسية وما أفرزته أخيرا من ترشيح عدنان الزرفي والخلافات القائمة بين شركاء العملية السياسية على تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا وسهلا. ومعنا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة بشرى عبد الواحد، أهلا بك دكتورة بشرى. شكرا جزيلا، أهلا بكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا بدأت معك دكتورة بشرى، يعني المتظاهرون في ذي قار الآن يقطعون الطرق رفضا لتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، هل الموضوع برأيك في ذي قار فقط أم في عموم المحافظات العراقية؟ نعم، بالتأكيد ليست المتظاهرون فقط في ذي قار وإنما في عموم المحافظات المنتفضة، وكل هذه الساحات هي صوت واحد إن شاء الله في توحيد كلمة العراق وتوحيد صفوف العراق ورفض الغاصبين ورفض هؤلاء الذين يلعبون بأعصاب الشعب وبمقدراته. فحقيقة انتفاضتنا مستمرة في جميع محافظات العراق المنتفضة، وإن شاء الله منتفضينا وثوارنا لن يكنوا ولن يستكينوا ولن ينقطعوا عن التوارد إلى ساحات التظاهر إن شاء الله. دكتورة، يقوم الآن البعض في العملية السياسية بتصوير عدنان الزرفي كأنه نتاج جهود المتظاهرين والضغوط المستمرة من أجل تولية شخص ذو كفاءة، هل فعلا المتظاهرون بعد كل ما فقدوا من دماء شهداء وجرحى ينتظرون عدنان الزرفي ليكون هو الخيار بالنسبة لهم؟ الحقيقة هذا من سابع المستحيلات، أن نحن أعتقد منذ اللحظة الأولى لتظاهراتنا نحن وضعنا ديزاين أو وضعنا شروط معينة للشخص الذي يتولى زمام حكومة العراق برمتها، وليست فقط رئيس وزراء أو مسؤول أو وزير أو شخص آخر أو في البرلمان عضو. نحن نريد أن نزيل كل هذه اللي لعبت مقدرات بلدنا ودمرت الشعب العراقي ودمرت المواطن العراقي في كل المجالات، في حياته اليومية، في الدوائر، في المستقبل، حتى الطلبة، حتى الناس الفقراء اللي بالشارع اللي في بالبسطيات مثل ما يقولون. فهؤلاء مرفوضون جملة وتفصيلا. حقيقة المتظاهرون لا يبتون أي صلة لهؤلاء البرلمانيين الفاسدين، ونحن طبعا نستنكر ونرفض تولي، وانا اولهم اعتقد. نشرت في صفحتي انه استنكر وجود هذا الشخص الذي هو اولا كان مترجم مع الامريكان، ثم اصبح بالميليشيات ما اعرف وين بالضبط، ثم اخذوه الامريكان دربوه في بلدهم في امريكا ورجعوه لنا، سوى محافظ، والدليل انه مع بريمر اللي نصبوه نفس الوقت لما كان محافظ النجف. واختلاسات وفسادات وكلش زين، يعني انا اعرف، انا من الناس اللي في يوم ازمونا في مطعم صوابات بالنجف، كان عندنا مهرجان مال اتحاد الادباء، شفت بعين البذخ والعزائم والعلاقات اللي الشيوخ داخله وطالعه والشخصيات داخله وطالعه، ويوميه عشاء وغدا، وهو يبقى اكثر من بعد منتصف الليل يبقى بالمطعم يستقبل ناس ويصرف عليهم، وهاي العزائم مالتهم كان ما تاكلون هذه الفقراء، الناس التعبانه الجوعانه. اللي يعني عظمها الان ما يتحمل حتى اي مرض. وكان ما توكلوهم وتنطوهم هاي الفلوس تصرفوها على ناسكم. ما هي الخطوات التصعيديه التي سيقوم بها المتظاهرون دكتوره في مواجهه موضوع فرض عدنان الزرفي على المتظاهرين او على العراقيين بشكل عام؟ في اول لحظه وفي بدايه احساسنا ان هناك ترشيح لهذا الشخص، مباشرة نزلت اكسات على الصور في الساحات، على صور عدنان الزرفي في الساحات كلها، وبنفس الوقت احنا تواصلنا وبيانات اللجان التنسيقية ولجنتنا، لجنة المنظمة للتظاهرات،
نزلنا هذه البيانات وحتى نوصل الرأي إلى البرلمان وإلى الرأي العام العالمي وإلى أمريكا اللي هم يدهم في تنصيب هذه الحكومة. وبالحقيقة أنا أقول لحضرتك ربما لا أمريكا ولا إيران ولا بالنسبة للزرف يعني بالضبط، لكنه البرهم اللا صالح، أنا أقول برهم اللا صالح، لأنه لو كان صالح كان أصلح شؤون العراق وكان احترم دماء الشهداء. هذا الرجل أولا من الشمال من الإقليم الأكراد، مع احترامي لإخواننا الأكراد، أنا لا أتحدث عن الأكراد كشخوص لكنه كشعب يعني، لكنه أتحدث عن الحكومة، حكومة إقليم كردستان. هذا برهم صالح يريد أن يأتي بأراغوزات في سبيل كسب وقت، في سبيل أيضا بنفس الوقت أن يحافظ على قيمة أو بقاء الحكم الكردستاني في بلده، وأيضا يحافظ على نسبته بالدولة. سأعود لك بعد قليل دكتورة بشرى، أنتقل للدكتور رافع الفلاح الآن. دكتور، بعد أن تم ترشيح أو اختيار عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة بدأت الصراعات بين الكتل السياسية تشتد، هل هذه الصراعات هي حقيقية أم صراعات وهمية ربما لكسب الوقت أو ربما للموافق لجعل الشارع يوافق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط يعني ربما يعني دكتورة ضيفتك يعني حياها الله وحيا كل المتظاهرين وكل العراقيين والعراقيات، أبنائنا ولدنا وأخوتنا وأخواتنا. القضية ليست قضية برهم صالح. يعني هو رأي الدكتورة صحيح في برهم صالح، لكن هي القضية ليست قضية برهم صالح. القضية أنه هذه العملية السياسية لن ترشح، وهذه أحزاب العملية السياسية وقوى العملية السياسية لن ترشح إلا شخص منهم. يعني لا يمكن أن نتوقع، ولا يمكن للثورة ولا يمكن للثوار أن يتوقعوا مهما وضعوا من شروط، مهما وضعوا من معايير ومواصفات لرئيس الوزراء أن يستجيب لها هؤلاء الذين في السلطة، مستحيل. هذه قضية منتهية، وأنا أعتقد يعني لدي قناعة تامة أن كل الثوار يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون أن هؤلاء لن يستجيبوا، فلذلك هم لا يمكن إلا أن يرشحوا شخص منهم من هذه الدائرة المغلقة عليهم اللي يسموها العملية السياسية، لأنه لا يمكن توقع أن يرشحوا شخصا بالمواصفات اللي تريدها الثورة ويكون ويدعمونه جميعا ويهيئوا له كل السبل والمناخ والأرضية لكي يعمل وينفذ البرنامج المطلوب من الثورة، مستحيل. لأن البرنامج المطلوب من الثورة سيقود، والشخص إذا ما رشح بهذه المواصفات والمعايير سيقود هؤلاء إلى السجون. هؤلاء أيديهم ملطخة بالفساد وملطخة بالدماء. كل القوى بالعملية السياسية، من قتل المتظاهرين، من جوع العراقيين، خراب 17 سنة، هم من يتحملون مسؤوليته، لأن كل القوى اللي بالعملية السياسية نفسها القوى التي بدأت منذ عام 2003 بالاحتلال وما زالت هي التي تحكم العراق، فبالتالي كل هذه القوى هي المسؤولة عن خراب العراق، عن السرقات، عن القتل، عن الذبح، عن الاختفاء، عن الميليشيات، عن كل هذا الدمار الذي حل بالعراق، عن كل هذه الأوضاع المأساوية اللي وصل، كارثة التي حلت بالعراق، هم من يتحمل مسؤوليتها. بالتالي عندما يكون واحد بالمواصفات هذه ونعتقد أنه قوى العملية السياسية توفر له المناخ، هذا سيقودهم إلى السجون وهذا مستحيل. فبالتالي ترشيح الزرفي قبل علاوي وبعد الزرفي ربما واحد آخر، كلهم من نفس العملية، هم يريدون تدوير هذه النفايات، محاولة لكسب الوقت، محاولة لتيئيس الثورة، أنه إحنا خلص باقين وسنبقى، هذه كل القضية. فبالتالي هذه أعود مرة أخرى لموضوع الصراع. موضوع الصراع، العملية السياسية تأسست عام 2003، الأمريكان أسسوها بهذه المحاصصة الطائفية والإثنية لكي تكون إطاراً لصراع هذه القوى، لكن الصراع ليس على مصالح الشعب العراقي، ليس لتحقيق مصالح الشعب العراقي وطموحات العراقيين، لا، صراع من أجل الكسب أكثر، من أجل دفع الطرف الآخر خطوة إلى الوراء، خطوتين إلى الوراء وكسبها لصالحهم. لذلك هذا الصراع كان واضح منه، وما يسمونه البيت الشيعي، هذا الصراعات موجودة داخل هذا البيت الشيعي والبيت السني مثل ما يسمونه، يعني هذه سنة العملية السياسية، كرد العملية السياسية، شيعة العملية السياسية، كلهم يتصارعون فيما بينهم لأجل مكاسبهم الشخصية. والدليل على هذا أنه أنت كل هذه التظاهرات اللي طلعت، وعلى الأقل هذه التظاهرة التي الثورة المباركة من 21 لحد الآن،
لم تتبنى هذه الثورة أي قوى من قوى العملية السياسية، يعني هذه الثورة ما تبنت لم تقول، لم تهتف لقوى معينة بالعملية السياسية تقول إنه هذه القوى يجب أن تسود، يجب أن ندعمها، لأنه تعرف الثورة كل القوى بالعملية السياسية هي قوى فاسدة ومسؤولة عن كارثة العراق ودمارها، فبالتالي لم تتصارع هذه القوى من أجل العراقيين، من أجل مصالحهم، من أجل أحلامهم، لا أبداً، تصارعت من أجل مصالحها، من أجل نواياها، من أجل أجندات الخارجية اللي تطبقها، وهذا الصراع يزداد حدة كلما كانت أزمة كبيرة، والآن العراق في أزمة كبيرة، ذلك الصراع ظهر على السطح بهذا الشكل اللي وهذا الترشيحات هذه جزء من هذا الصراع، جزء من هذه الأزمة الكبيرة اللي يعيشوها النظام، يعيش أزمة كبيرة جدا جدا، ومن وضعهم في هذه الأزمة هي الثورة، ثورة تشرين، هذا الشباب الجميل الرائع اللي قدم هذه التضحيات هو من جعلهم في أزمة، أزمة كبيرة، هم لديهم أزمات كثيرة لكن لم تخرج هذه الأزمة أزمة وجود الآن، الآن وجود العملية السياسية لديه أزمة وجودية، هل يبقى أم ينزاح؟ هذه الأزمة الوجودية خلقتها الثورة، صنعتها الثورة، صنعوا هذول الشباب والشابات العراقيين والعراقيات الرائعين، هم اللي صنعوا هذه الأزمة، صنعوها بإرادتهم وتضحياتهم، صنعوها لهذه الأزمة لهذه العملية السياسية، وضعوها في زاوية، وهذا نتاجها، لن لا يمكن توقع أن يكون نتاجها أفضل من هذا، هو هذا نتاجها، سيذهب هذا الزرفي وسيأتون بغيره، هم يحاولون شراء الوقت لتمديد القضية أكثر، لتيئيس الآخرين، أو لتمديد الوقت للحين اللي يجدون مخرج لهذه الأزمة الكبيرة وأزمة الوجود ماله، لكن هذه يبدو تكاد تكون مستحيلة الآن، لأنه حتى الأطراف الخارجية هي مأزومة، لديها أزمات كبيرة، صحيح. والأزمات ربما على مستوى الإقليم والعالم الآن بسبب الكورونا وبسبب السياسات والاقتصاد المنهار، الآن الأزمة تتصاعد في كل مكان، والعراق منهار أساساً بأزمات، وجاءت هذه الأزمات لتفضح هذه الطبقة السياسية ولتعريها، والآن الوضع مكشوف والثورة على الأبواب، يعني هم لا يعتقدون أن الكورونا دفعتهم، قللت الأعداد، هذه الثورة يعني تدخر البروق مثل ما يقولون، مثل الغيوم، مثل السماء تدخر بروقها، يعني في قادم الأيام ستزلزل الأرض تحت أقدامهم، لأن لا يمكن أن نستمر هذه المهزلة إلى ما لا نهاية، لابد من نهاية معينة، وهذه النهاية يرسمها الثوار ما يرسمها غيره. طيب دكتورة بشرى، يعني لسان حال من في العملية السياسية أنه أيها الثوار رغما عن أنوفكم سنضع الشخصيات التي نراها نحن مناسبة، يخرج مقتدى الصدر أو غيره يتحدثون عن المواصفات كما تحدثوا عن محمد توفيق علاوي وأنه جاء برغبة شعبية، لكن واقع الحال يقول أنه جاء بتوافق أحزاب، هل سيبقى وضع الشارع العراقي ينتظر إزاحة عدنان الزرفي ثم بعد ذلك يأتي شخص آخر ليزاح وهكذا، أم أنه ربما سيكون هناك من طرفكم خطوات تصعيدية مختلفة قد توقف هذه المهزلة إذا صح وصفها؟ نعم، أولا أحببت أن أضيف للدكتور الفلاحي المحترم ضيفكم، حقيقة أنه مثل ما تفضل هي العملية وجودية بالنسبة للبرلمان، فهؤلاء يعني حتى لو هم يعني موالين لإيران، يعني متأكدة أنهم ليس حبا في إيران مثل ما تفضل الدكتور، أنه هم يبحثون عن المناصب وعن الأماكن وحتى يبقون في أماكنهم، هم ليس حبا بإيران لكن ليجذبون إيران، أولا لتخلف المجتمع حتى يسيطرون على إيران، بنفس الوقت ويارف لو يسمعني أي أحد معتمد لإيران أن يوصل لهم هذه الآراء، آراءنا اللي احنا بنقولها عنهم، حقيقة هم لا يحبون إيران ولا ينتمون إلى إيران، وإنما ينتمون لجيوبهم ولشخصياتهم ولنفوسهم، لكن انتمائهم لإيران هذا فقط من أجل مصلحة، من أجل إثبات وجود. نعم ستبقى الثورة مستمرة، وأي شخص احنا ما راغبين به راح بالتأكيد راح يستطيع راح يلحق، على قولة فلان يلحق فلان هناك، يعني راح من بالي أنه فلان يلحق علاوي أو هيك يعني بالضبط عدنان يلحق علاوي. المهم فنحن إن شاء الله هؤلاء مستمرين على كسب الوقت بالنسبة للبرلمان، لكن نحن إن شاء الله لدينا مجموعة أسماء ومجموعة أجندات إن شاء الله راح هو
تباحث ما بين اللجان التنسيقية بيطرحون مجموعة شخصيات ومجموعة كفاءات حيطرحوها إن شاء الله راح يكون أكيد تغيير يعني نفرضها على المجتمع الدولي حتى نقدر نجيح هؤلاء الموجودين لأنه ما معقول نطول هالفترة ومستمرة ضحايا عندنا تروح وشهداء ومتغيبين وأيضا مغيبين يعني وأيضا جرحى وكثير من الناس اللي تعبانة وبنفس الوقت شبابنا متعبة يعني هذا الوقت والجهد والسهر والمساحات هذا كلش متعب بالنسبة لهم طبعا بالنسبة لحضرتك أو الدكتور ما ركز بالضبط أنه شوية انقطع الصوت أنه الشباب الدكتور بالضبط أن الشباب يقلون أو الساحات تقل لا بالعكس إحنا هاي على مود حسابا على اول شيء شبابنا حتى لا يأثر عدد يعني ينعدون من الفيروس ينتقل لهم وايضا شويه يرتاحون لانه تعرف هذا الفيروس يحتاج الى بنيه قويه والى صحه والى نظافه بنفس الوقت فيروحون لبيوتهم يرتاحون يصبحون يجون اخرين تبادل صاير وقلت تقريبا قللنا بالاعداد دكتوره عدنان الزرفي خرج بمجموعه من النقاط تحدث فيها عن مجموعه من الوعود سأقوم بكذا وسأفعل كذا أحصر السلاح بيد الدولة أو أعالج ملف المهجرين وغيرها طبعا من نقاط كثيرة مثله مثل محمد توفيق علاوي بالوعود التي خرج بها وقبله عادل عبد المهدي هل يستطيعون أن ينفذوا وعدا من هذه الوعود التي أطلقوها في ظل وجود هذه الأحزاب التي تسيطر بالمال وبالسلاح؟ أكيد لا لأن هم الآن أيضا يعني بالأساس أصلا هم كل من يريد يطلع الشخص اللي هو يريده من كتلته ما يريد شخص غريب من فتشوف تلاحظهم هم دائما في تناكف يعني يتناكفون يعني أبسط شيء الآن هم يعني شوف الصورة لهم من كل حزب أكو شخص واضح من الحكمة ومن السائرون ومن معرف من كلهم موجودين أثناء تسلم الزرفي الزمام القيادة على اعتبار رئيس وزراء فهؤلاء موجودين لكن بنفس الوقت هناك بيان من عمار الحكيمي يقول أننا نرفض الزرفي هناك بيان من المالكي ما يريد الزرفي على اعتبار هو من الفتح فهم بيناتهم مناكفات مستمرة أن يعني كل شخص يريد يسحب السلة الصالحة ويريد الكعكة اللي أكثر هو اللي يفوز بيها هم بيناتهم أصلا أكو خلافات يعني مستحيل أن يقدرون يتفقون على هالشيء هذا مستمرين نزاعات بيناتهم مستمرة وأحد واحد أحدهم يسقط بالآخر بتلاحظوا انه يوميا كل ما يطلع شخص تنزل عن تاريخه وعن سيرته الشخصيه تنزل اشياء ابدا ما حلوه وايضا عن فعاليات هو على اساس يقوم بها وما قام بها او فعاليات سيئه رديئه او يعني كثير من الامور التسقيطيه اللي هم نفسهم ينزلون عن الشخص نفسه فهم مستحيل يقدرون يتفقون على شخص واحد. طيب ساعود اليك بعد قليل دكتوره بشرى. دكتور رافع وعد عدنان الزرفي بحصر السلاح بيد الدولة وهذا الوعد وهذه النقطة تحديدا ذكرت كثيرا على مدى الحكومات السابقة من منهم استطاع أن يقوم بحصر السلاح بيد الدولة؟ لا وجود لأي واحد منهم يستطيع أو استطاع أن ودليل أنه بالعكس ازدادت الميليشيات وازداد مساحة السيطرة سيطرتها على قطاعات الدولة قطاعات العراق لا أقول دولة في كل القطاعات التجارية اقتصادية سياسية تربوية وكل مكان الميليشيات هي المسيطرة بالعكس الآن لدينا حكومة ميليشيات وهي من المسيطرة والزرفي جزء من النصر صحيح وهذا النصر كان العبادي هو رئيس وزراء وهذه الكتلة مالته هي اللي تحكم والزرفي جزء من عندها وهو كان محافظ في وقتها القضية هل تسأل هل كان الميليشيات والسلاح كان في زمن المالك في زمن العبادي اللي هو النصر اللي يتبع الزرفي هل كان السلاح بيد الدولة هل كان هناك تضييق على الميليشيات وهل كان حصر للميليشيات وهل ابدا بالعكس ازداد توسعها وازداد المدح بها وازداد التبني لها واصدر قانون لها قضية كذبة كبيرة الحقيقة لا يمكن ما هي الأدوات يعني رئيس وزراء يتحدث يقول أنا ألم السلاح وأسحب شين هي الأدوات ما هي أدواتك أنت لست يعني مو ضمن مشروع وطني أنت وتزيح كل هذه العملية السياسية الذي يريد أن يزيح السلاح من يد هؤلاء يجب أن تكون لديه مشروع وطني والمشروع الوطني قوى تسنده داخلية وإقليمية ودولية هذا مو موجودة أنت جزء من العملية السياسية قائمة على المحاصصة من يحمل هذه العملية هي الميليشيات من يقف مع هذه العملية السياسية الميليشيات من يسند كراسي الحكم في هذه العملية السياسية هي الميليشيات هذه حقيقة
لا ينكرون الميليشيات الآن هي اللي تتحكم. قائد العام القوات المسلحة موجود بالدولة والميليشيات هي من تصدر قرارات وتتحكم كيف وتتصرف كيف، ويقولون أنه لا أحد يمسكنا ولا وتعليماتهم تأتي من برا. هذه الحقيقة. الآن تحدث لي عن سلاح، حصر السلاح بيد الدولة. كيف تحصر السلاح بيد الدولة؟ ليش هو منه يعني استورد السلاح وأعطاه للميليشيات؟ مو أنتوا تقولون. طلع هادي العامري قال لم نستلم، هكذا يتحدث ويكذب طبعا. قال لم نستلم من إيران، يريد أن ينفي التهمة عن إيران وعن الميليشيات التابعة لإيران. قال لم نستلم بندقية واحدة من إيران، كانت السلاح يأتي إلى وزارة الداخلية للدولة. ونحن نستلم، ما عندنا حتى مخازن، نستلم من الدولة. في الحالة يعني هو يكذب طبعا، وهذا ماكو شيء. وإيران تمول ميليشياتها مباشرة، لكن مع ذلك حتى هذا الكلام يدينهم، يدين الدولة هذه الحكومة اللي تستلم سلاح وتوزع على الميليشيات، والآن تحصر بيد الآن عشائر غير عدد الميليشيات، عشائر عندما تتخاصم بيناتها تستخدم أسلحة ثقيلة. صحيح. وصلت للدبابات، الدبابات عندها عشائر، وبعض العشائر عندها دبابات. صحيح. هذا وين هاي وين بيا دولة؟ إذا إحنا في العراق لا دولة، إحنا لدينا عصابات تحكم العراق. فأنت يعني أنت رئيس وزراء منو؟ أي دولة؟ وين الدولة اللي أنت رئيس وزراء العصابة الأكبر؟ أما العصابات الأخرى فهي تابعة لك ومولة من عندك. هذه كذبة كبيرة. لا يستطيع أن يحصر السلاح، لا يستطيع أن يلقي القبض على قتلة المتظاهرين، لا يستطيع أن يحاسب الفاسدين، هو جزء من عندهم، جزء من هذه العملية. هذه كلها محاولة تخدير الشارع، محاولة لاحتواء أزمتهم الوجودية، أزمة العملية السياسية بأزمة وجودية وصلت إلى طريق مسدود انتهت. فيجب أن يجدون مخرج. ولذلك يعني هذا مقتدى الصدر عندما تحدث يقول إحنا مو موافقين على هذا لأنه الريده، بس أزمة، إحنا عندنا أزمة يجب أن نخلص منها. صحيح. حتى بطريقة هذه حقيقية. هي هذه بالذات التغريدة التي نشرها مقتدى الصدر نصا يتحدث فيها عن عدنان الزرفي، يقول سواء كان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير. كيف يعني وفق الضوابط أو لم يكن؟ ما الذي يعنيه بها؟ يا هي الضوابط، إحنا موافقين عليه لو ما موافقين عليه، استجيبنا لو ما يستجيبنا. الآن مو هاي المشكلة، عندنا مشكلة أزمة وجودية. العملية السياسية مهددة أن تسقط، تنتهي وهي تنتهي، هي جسد ميت. فيحاولون إنقاذ العملية السياسية بأي طريقة. هم 17 سنة ليس لهم هم إلا أن تبقى العملية السياسية، لأن في العملية السياسية فسادهم مستمر، خرابهم مستمر، حكمهم مستمر، قتل والذبح وتخريب العراق مستمر. هذه العملية السياسية هي أساس كل هذا الخراب. فإذا ما انزاحت العملية السياسية سقطت، سقطوا معها كلهم، انتهت القضية. سيأتي مشروع وطني آخر. الشعب انطاهم 17 سنة فرصة، وهذه الفرصة كان لازم يعطيهم إياها ولا يوم، لكن مع ذلك 17 سنة استمرت هذه فرصة، قتلوا بيها وذبحوا وسرقوا ونهبوا وخربوا العراق، وصلوا إلى الكارثة. إلى كارثة لا يمكن معالجتها. فبالتالي فرصتكم أخذتوها، أخذوا الفرصة ويعرفون. وهذه الآن عمليتكم السياسية مأزومة في أزمة كبيرة جدا وأزمة وجود. هم يريدون أن يجدوا المخرج لها، قناعتهم بالزرفي زين مو زين ما لهم علاقة. صحيح. المهم أي واحد يبقي على العملية السياسية، وصراعاتهم تؤجل ربما أو صراعاتهم الداخلية تبقى مستمرة. المهم أن يبقى الإطار قائم، والإطار قائم يعني أن يبقى قطار العملية السياسية على السكة، لأن القطار الآن ربما يعني يخرج من السكة. فهذا كل الموضوع ليس أكثر. لذلك هم لا يهمهم الآن، وربما سيمررونه يعني يعني قد الآن أكو رفض، يرفض فلان يرفض فلان، مثل ما قالت الدكتورة الآن قبل قليل، قالت شاهدت أنه الكل واقفين والآن يقولون. فبالتالي يجوز بالتصويت كلهم موافقون عليه ومشوا، لأن عندهم أزمة، يعتقدون أنه هذا الباراشوت هذا اللي راح يهبط بيهم بالسلام. لكن الحقيقة هذا سيعمق الأزمة، سيجعل من الثورة نار، سيجعل من الثورة أمواج الثورة تكبر، والموجة الكبيرة جاية تزيحهم كلهم، هم والزرفي وعلاوي وغير علاوي كلها ستزاح. الحقيقة هم يلعبون حتى مو بالوقت الضائع، بالوقت فوق الضائع. ويجب أن يقتنعوا بالنهاية أنه هم
خسروا المراهنة. المراهنة اللي كانوا يراهنوها على بقائهم خسروها انتهت. لا يمكن إنقاذهم، وكل القوى التي يعتقدون أنها ستنقذهم بهذه القضية لن تستطيع. دكتورة بشرة، أنت تحدثت معك قليلا عن ساحات التظاهر، يعني تؤكد التقارير الميدانية أن لا حالة إصابة داخل ساحات التظاهر بالنسبة لفيروس كورونا، هذا يدل على تنامي الوعي الصحي بالنسبة للمتظاهرين. طبعا استطاع المتظاهرون بهذه الخطوة أن يحققوا ما لم تحققه الحكومة أو أحزاب السلطة أو الدولة العراقية بالسيطرة على انتشار وباء كورونا، هذا الوعي. فلماذا إذن تقل الأعداد، أو يعني نشاهد أن هناك موجات تذهب وتأتي كما تفضلت قبل قليل أن هي احترازية، رغم أنه لم يكن هناك أي حالة تسجل داخل الساحات؟ نعم لله الحمد. أولا أثني على كلام الدكتور بسلاحي، حقيقة بالنسبة أولا هؤلاء يلعبون في ضربات الجزاء الآن وليست حتى في الوقت الضائع بالنسبة للبرلمانيين. ثم أيضا لما ذكر أنه الميليشيات هي اللي ماسكة زمام الأمور أو هي اللي بيدها السلاح، أو يعني هؤلاء البرلمانيين هم أصلا صحيح أحيانا يستنكرون قتل الشباب، لكن هاي موضوع صوري، يعني أنه هم مجرد يقولون شفاهي، لكن بالحقيقة الميليشيات هي حاميتهم، لأنه هم في منطقتهم هاي هم ما يقدرون يطلعون أصلا لأي مكان ما بين الخضراء والمطار، ما يقدرون يغيرون مسارهم لأنه هم كلش خايفين من الشعب، لأنه عارفين الشعب رافضهم وحتى ما يحبهم. فبالنسبة للساحات التظاهر الحمد لله يعني الشباب جدا واعين ومتأهبين لأي شيء، يعني يخافون أنه لا يحصل، فدائما التعقيم مستمر مثل وقت الكفوف يلبسوها، وأيضا التمامات، وجابوا مجموعة تمامات ووزعوها أيضا. احنا دائما بالنسبة للجان حتى لي خبروني بالبيت، قالوا إذا عندك للبيت أخذي، قلت لهم لا البيت ما يستاهل، بيت ما هم السوار يستاهلون، خلوها للسوار، انطوني أنا أوزع معاكم. فتوزعت كل الساحات الكمامات والكفوف والأجهزة والأدوية المطهرة وهذه الأمور كلها، والاختلاط أيضا يكون أقل، ويعني لا تصافح ولا تقبيل، تقريبا ملتزمين الشباب الحمد لله، لأنه ليست خوفا فقط على أرواح الشباب فقط، هم كل من يخاف على نفسه، لا أبدا، بالعكس نحن كشعب كمتظاهرين يعني نحمل يعني شلون هموم الوطن في داخلنا في اعناقنا، انه نخاف انه ينتشر داخل المجتمع، انه نخاف على ناسنا المسلمين عندنا والاطفال عندنا والمرضى، وكثير من الناس تعبانه، لان العراق حقيقه بهذه الفتره فتره الازمه الحكومه اللي شكلتها للمواطن حقيقه 90% كنت اقول لحضرتك العراقيين او اكثر حتى مرضى جسديا ونفسيا. فأي أزمة فيروس أو أزمة مرضية رأساً تؤدي بفتك آلاف من عندنا، فحقيقة إحنا كلش خايفين على هالشعب هذا، وخايفين أنه حتى بالنسبة للزيارات أنه نحاول نتمنى أنه بإيدنا أن ننصحهم، يعني الدولة يعني ماذا تهتم بهذا الشيء، أنه حتى أحياناً بعض الطرق ما تقطعها، ودليل أنه أكو حبر تجوال، دليل أنه أكو ناس تمشي وأكو سيارات تتحرك مستمرة. يعني ألا ترين دكتورة بشرى أن موضوع حظر التجوال هو يستهدف المظاهرات؟ لأنه كما تفضلتي الحركة لا تزال موجودة، وحتى قضية إغلاق المحافظات على سبيل المثال محافظة النجف، وعدنان الزرفي هو محافظ النجف، كان يدخل الإيرانيون إلى المحافظة أثناء عملية إخراج المحافظة قرار منع دخول وخروج الناس منها. حقيقة هذول الحكومة يلعبون على عدة، يعني يلعبون على حبال مثل ما يقولون، أو يمسكون أكثر من عصفور بحجر، يضربون أكثر من عصفور بحجر أصلا. يعني أولا هم الحظر كان يفيدهم حتى يعلنون رئيس وزراء، وبنفس الوقت يقطعون دابر التظاهرات حتى أنه ما يطلعون ضده وما يسقطوهم مع بعضهم، أنه راح يقعدون الشباب ببيوتهم وما راح يطلعون، فهي أول الأمور. ثانيا أنه يردون على اعتبار بحجة أنه الفيروس ما ينتشر وهيك شيء، حتى ايضا يقطعون موضوع اللقاءات بين الناس، وانه الشباب لا يوعون الاخرين، وبنفس الوقت التظاهرات ربما تنتقل الى العتبات اللي يعني حاليا اكو هناك زياره، فربما تنتقل هذه الانتفاضه الى المراقد، او مثلا الكاظم عليه السلام لما تنجمع بين الناس اكيد راح تكون اكو هناك ردات واكو هناك هتافات ضد الحكومه، فهذول ايضا هذه النقطه ايضا تفيدهم هذه السياسيين. فمثل ما قلت لحضرتك هم يضربون اكثر من عصفور في حجر واحد. طيب اشكرك شكرا جزيلا الدكتوره بشرى عبد الواحد،
العضوة في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. فيما تبقى من وقت أنتقل لك دكتور رافع، يعني إذا تحدثت معك قليلا عن تغريدة مقتدى الصدر وما ذكره، قال سواء كانت آلية اختيار عدنان الزرفي صحيحة أو لم تكن كذلك فهذا شأن عراقي. متى كانت هناك آلية صحيحة لاختيار رؤساء الوزراء السابقين؟ قبل هذا فقط أستاذ محمد، نعم، دعني يعني أعقب على ما قالتها الدكتورة وهي تفضل حول قضية الكورونا. تفضل. قضية منع التجول. نعم. منع التجوال المقصود به مثل ما قالت المتظاهرين، وهذه حقيقة المتظاهرين وتمشية هذه قضية العملية، هذا جزء من محاولة إيجاد مخرج للأزمة البنيوية، أزمة الوجود، أزمة الوجودية للعملية السياسية. لأنه بدليل أنت يعني تمنع الحركة بالعراق وأنت منافذك الحدودية مفتوحة مع إيران. نعم. طائرات تأتي والنقل مستمر، هذه كذبة مال وقفنا، كذب. طائرات يومية صحيح. تنزل في مطار بغداد وبالنجف وبغيره، تنزل الطائرات ينزلون فهذه كذبة كبيرة. ثانيا يوقتها بعد زيارة الكاظم، ناس شاهدنا صحيح. ناس تقود حيوانات وبع جمال وغيرها، جمال وغيرها. لا أحد يوقفهم، لا أحد يقول يعني خوفا على حياتكم، خوفا على حياة البلد، هذا ما يهمهم. اللي يقتل الناس واللي يضربهم بالرصاص واللي يحاصرهم واللي ما يستجيب لطلباتهم واللي يخرب بلدهم ويسرق امواله واللي يدمر البلد بهذه الطريقه، هذا لا يمكن ان يكون يعني عنده شعور وطني او عنده احساس بالخوف على العراقيين. اللي خاف على العراقيين ما يسوي هذه. 17 سنه لو كانوا يخافون على العراقيين ما حصل هذا الذي حصل بالعراق حقيقه. هذه لكانوا بنوا مدارس ومستشفيات. الان احنا في مواجهه هذا الوباء، وباء جدي. القضية لا يمكن اللعب بها، لا يمكن أن نقول إنه هذه كذبة كبيرة، لا، وباء جدي. لكن من أوصل الوباء لخطر كبير بالعراق؟ صحيح. هم هؤلاء الذين فتحوا حدود 1200 كيلومتر مفتوحة على إيران، وإيران بؤرة الوباء، وهي تعلن، والعالم ومنظمة الصحة العالمية قالت إنه 3 بؤر للوباء كانت موجودة، الصين وإيطاليا في أوروبا وإيران. إيران مجاورة لنا، والعراق مفتوحة حدودها 1200 كيلومتر. كل الدنيا قطعت علاقتها مع قطعت حدودها واتصالها بإيران إلا العراق. مفتوح هذه الحدود والكل يتدفق علينا، دفق والمنافذ الحدودية بيد الميليشيات، والميليشيات تابعة لإيران. والبضائع تتدفق، والبضائع من أصغر بضاعة إلى الحشيشة إلى السلاح إلى الأدوية إلى كل شيء تتدفق من إيران علينا، والزوار يتدفقون، والعراق متلقي للفيروسات التي تأتينا من إيران. هذه حقيقة. بالتالي من يريد خيرا لأهل العراق؟ يعني أي حكومة هذه، أي دولة، أي ميليشيات تريد خيرا للعراق وتفتح الحدود بهذه الطريقة؟ عندما تحدث وياهم يتحدث لك بالمذهب ويخلطون قضايا عقائدية مذهبية بقضايا سياسية وقضايا صحية وقضايا ولا تعرف لماذا. يعني هذا الخلط، هذا خلط عجيب غريب يضحكون به على العالم. بالتالي هم من يتحمل مسؤولية كل هذا الخراب وهذا الدمار. وهذا الفيروس مو قضية سهلة، هذه قضية العالم كله مرعوب من عدها. صحيح. إلا في العراق، العراق على الأقل المتظاهرين، على الأقل الثوار هؤلاء اللي شافوا الموت يعني يعرفون أنه هؤلاء الفيروس الأكبر من كورونا. يعني من يحكمون هذه الميليشيات والقوى الأمنية وقوى السلطة، قوى العملية السياسية، أخطر فيروسهم، أخطر من كورونا على العراقيين. والحقيقة وبدليل إن هم اللي أدخلوا كورونا إلى العراق، والعراق كان ممكن على الأقل يقلل الإصابات، يتفادى كل هذه لسبب بسيط جدا، إنه العراق من 17 سنة الفساد يغزوه، ذولا دمروا البلد. لم يبنوا قاعدة صحية ولا قاعدة تعليمية ولا قاعدة ثقافية ولا قاعدة أي قاعدة ما بنوا. قواعد التي لدينا، البنى التحتية التي كانت لدى العراق دمرت. فليس لدينا بنى تحتية صحية، ليس لدينا مستشفى، ليس لدينا مركز صحي، ليس لدينا 80% من الأدوية مالتنا مغشوشة. ليس لدينا كل شيء نمتلكه. يعني إذا نحن مكشوف بطريقة، العراق كله مكشوف أمام هذا المرض، هذا الوباء. إذا ما جاء هذا الوباء لا سامح الله، ليس لدينا إلا الدعاء من الله أن يحفظ العراق، أن يمنع عنا هذا الوباء بالطريقة التي حصلت في إيران
ووزير الصحة كان يتحدث قبل عشرة أيام يقول إحنا نظامنا الصحي أفضل من بريطانيا وفرنسا، وبعدها بأيام يطلع يتوسل يقول 5 ملايين دولار طلبتها ما حد اعطاني اياها واحنا منهارين وترتيبنا 176 بالدول الأسوأ وإيران اللي ترتيبها 80 تدمرت وإيطاليا ترتيبها واحد ذهبت يعني مع الريح ودمرها الفيروس، فماذا يحصل لو جاء ان الفيروس مثل ما في إيران؟ وبالتالي خوفوا الناس، مو خوفوا واقع الحال هذا صحيح. تحدث بواقع الحال بعد ان كان يكذب وقالوا انه هذا تكنقراط وهذا مسؤول وهاي ورئيس الخليه الازمه وما اعرف شنو، وكذبه كبيره يضحكون على الناس بها، والان يتصارعون على 37 مليون دولار متبرعه بها امريكا الشيطان الاكبر لوزاره الصحه لاجل مكافحه كورونا. لا احد يعرف وينها لحد الان، ما وصلت وزاره الصحه وما راح توصل لانه هي وصلت للحكومه اخذوها وما اعرف وين راحت بجيب من، بجيب يا ميليشيات، بجيب يا مسؤول ما اعرف بس المهم يتصارعون يقولون ما وصلتنا، 5 ملايين طلب ما حد ينطي. طيب هو العراقيين مكشوفين، فهذا هذا الوضع. بالعوده الى موضوع تغريده مقتدى الصدر على الاختيار الصحيح ام لا، العراق من عام 2003 لحد الان هو لا يختار. يعني كل هذه الحكومات التي جاءت لا احد يعتقد انها كانت من خيار العراقيين، لان هي العمليه السياسيه كلها مو من خيار العراقيين، هذه صممها المحتل الامريكي وافقت عليها ايران ودعت احزابها للدخول بها لان تحقق مصالحهم تضعف العراق، وهي تريد عراقا ضعيفا وامريكا تريد عراقا ضعيفا، وبالتالي هذا المطلوب، هذه العمليه السياسيه تدمر العراق. فهي مو خيار العراقيين، وكل الحكومات التي خرجت من العمليه السياسيه هي ليست خيار العراقيين، وبدليل انه حتى هذه الانتخابات المزوره يسموها انتخابات ديمقراطيه وهي غير شرعيه، في اخر انتخابات بال 2018 لم يشارك الشعب العراقي، 82% من الشعب العراقي اللي حق المشاركه لم يشارك، اللي شاركوا 18% هي الميليشيات والقوى الامنيه وقوى الاحزاب هذه اللي وهم جرى تزوير قالوا عنه اكبر تزوير في العالم جرى العمليه. إذن حتى الحكومة هذه لم ينتخبها العراق، غير شرعية وغير شرعية والعملية السياسية كلها غير شرعية، وجودهم غير شرعي، فبالتالي العراق لم يكن، أهل العراق لم يكونوا جزء من كأداة من انتخاب هذه الحكومات أو الاتيان به. كلام مقتدى الصدر مردود عليه، أنتوا جزء من هذه العملية السياسية اللي هي مو عراقية ولا تمثل العراق بصلة ولا تخدم العراق بصلة، ومخرجاتها كلها فيروسات وخراب وفساد ودمار وطائفية، وهاي 17 سنة هذه الكارثة اللي وصلت للعراق، وصلت العراق إليه. إذن الخيار ليس عراقيا من البداية. طيب. فالآن تحدث لي عن خيار عراقي، ما في خيار عراقي الحقيقة، الخيار العراقي خيار الشعب، هذا اللي تعبر عنه الثورة هذه اللي خرجت 1 تشرين وقدمت كل هاي التضحيات، هذا الخيار العراقي، هذا خيار الشعب اللي ضربته بالسكاكين ودزيته له القبعات الزرق وما اعرف منه، ولو تنتخبون هذا لما تنتخبون ونزلتوهم من المطعم التركي وضربتوهم وقتلتوهم بالنجف ودزيتوا الشمري قتلهم بالناصريه، ذولا خيار الشعب، هذا خيار الشعب وهذا اللي يعبر عن خيار الشعب، اما بالعمليه السياسيه واحزابها لا تعبر عن خيار الشعب الحقيقه. كتله سائرون التابعه لمقتدى الصدر تقول اذا تم تشكيل حكومه على يد عدنان الزرفي فستكون هي بدايه لحل الازمات. اي ازمات تحديدا يتحدثون؟ هو هذا تحدثنا به، هم يعرفون انه هم في ازمه وجود، هم يريدون انقاذ العمليه السياسيه. بدايه الحل يعتقدون لانقاذ العمليه السياسيه لايجاد مخرج لهذا الوجود الذي سينهار، القطار الان على السكه ويدفع بقوه لكي يخرج من السكه. الان راح يخرج من السكه قطار العمليه السياسيه، هم يريدون ان يبقى على السكه. الزرفي قد يحقق لهم بقاء على السكه ومسيرته، هذه القضية الآن، هو هذا اللي يتحدث عنه مقتدى. هذا ما له علاقة بالشعب، لا له علاقة بالشعب، ولا الشعب يريد أي أزمة راح يخرجهم من عنده. صحيح. هو لا يستطيع أن يحصر السلاح بيد الشعب بيد القوى الأمنية، ولا يستطيع أن يفعل سياسة اقتصادية حقيقية تخدم العراق، لا يستطيع أن يقضي على الكورونا، لا يستطيع أن يمسك بالقتلة والفاسدين والمخربين، هذه كلها إذن أي أزمة؟ إذن الأزمة تتفاقم وباقي والشعب في أزمة كبيرة والكارثة تتعاظم، وهذه مثل كرة الثلج،
كل ما تنزل بالمنحدر كل ما يزيد حجمها. نعم. الحقيقة لا الزرفي ولا غيره هم يتحدثون عن أزمتهم، أزمة وجودهم، أزمة العملية السياسية. نعم. ليس أكثر وليست أزمة العراقية. هذه أزمة وأزمة أخرى، فقضية غير شكل. طيب يقول لا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها ولا سيما المحتل في العراق، نحن كعراقيين نعلم أن هناك محتل أمريكي وإيراني، هو أي واحد منهم يقصد؟ وأصدقائنا يتحدث. والله يعني هي العملية السياسية كلها صناعة أمريكية إيرانية، وتشترك بها يمكن قوى استخبارية من غير أماكن كثيرة. العراقيين لم يشاركوا في صناعتها، لو كانوا قد شاركوا في صناعتها ما ثاروا عليها، ما خرجوا بهذه الأعداد وما قدموا كل هذه التضحيات لإزاحتها، ما شاركوا في لذلك هذه القوى هي أجراء عند الذين صمموا هذه العملية السياسية. نعم. واللي شجعوا عليها واللي أيدوها. إيران عندما صممتها أمريكا هي من دعت قواها هذه التابعة لها، أحزابها. نعم. الأحزاب والميليشيات إلى الدخول والإصراع الدخول في العملية السياسية والتصويت على دستورها. نعم. وهي من دعتهم وهي اللي وقفت معهم، وكان الرئيس الإيراني أحمد نجاد. نعم. أول رئيس يصل إلى العراق والحراب الأمريكية هي من بحماية الحراب. نعم. الأمريكية. الحقيقة أن هذه العملية السياسية هي التي تضمن ضعف العراق، دمار العراق، كارثة العراق أن تستمر، وهذا ما يقنع إيران ويقنع أمريكا. نعم. هذه القضية. الآن الشعب العراقي خرج ووصل الحالة إلى أزمة وجود. وجود لهؤلاء. نعم. فيريدون أن يخرجوا بأي طريقة، يعني من القوى اللي هذه لا تتدخل أمريكا. نعم. ولا تتدخل، ليش هو من صمم هذه العملية السياسية وهذا الطريق، طريقتكم هذه. نعم. ومن أنتم المن تابعين، أنتم الكل يعني كل جهة تابعة إلى جهة أخرى وهي التي تنفذ. نعم. أجندتها، وبالتالي خلافات بيناتكم، وهو. نعم. كل المطلوب أن تبقى مساحات السيطرة مالتهم تكبر لا تصغر. طيب. وأن يبقى الشعب ملتهي بمصيبته. نعم. وبكارثته، ويبقون هم بالحكم. هذه كلها. في آخر سؤال لك دكتور، يقول آخر نقطة وهي مهمة أيضا للغاية، يقول لست بصدد إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمني هو سيادة العراق. أي سيادة للعراق الآن؟ ما هي هذا الضحك على الناس، ضحك على نفسه الحقيقة. نعم. الشعب الآن وعى السيادة لا تتحقق بعملية سياسية مصممها الأجنبي. نعم. عملية سياسية مبنية على المحاصصة، نجيب الفاسدين يحكمون، نجيب. نعم. المخربين، تجيب الأدوات التي كانوا جزء من الكارثة. نعم. أن تجيبهم هم أن يجدوا لك حلول. لا. نعم. يمكن لجزء من الكارثة، لأي أدوات الكارثة أن تكون أدوات للبناء. نعم. مستحيل أدوات هدم وتخريب. 17 سنة صير أدوات للبناء، وين كانت هذه؟ ما هي متهمة، أنتم كلكم متهمين. نعم. متهمين بدماء العراقيين، بأموالهم، بضياع مستقبلهم، ضياع حتى هذا الزمن. ليش هذا 17 سنة؟ هذا الزمن سهل، عندما ضاع للعراقيين ضاعت أجيال، ضاعت أجيال بالدراسة، وضاعت أجيال بالصحة، وضاعت أجيال بالمرض والخراب والبناء. هذه فرص العراق. صحيح. كلها راحت. الآن العراق إيش قد تخلف عن العالم، وهذا البلد الجميل الرائع، وهذا الشعب اللي يدخر كل العلوم وكل الفهم وكل الرؤية، وهذا الشعب الرائع وصلته إلى هذه الحالة، هذا من يتحمل مسؤوليته؟ نعم. الآن يعني والله إحنا يعني ما أدري شلون يعطوه فرصة، هو ما مسؤول عنه، ما أدري وين يفكر مقتدى الصدر بهذه الطريقة. أنتوا جزء من الكارثة. نعم. جزء من دمار العراق، ضياع سيادة العراق واستقلاله كان على أيديكم. لا يمكن لحكومة تخرج منكم أن تعيد الاستقلال. كيف تعيد الاستقلال والسيادة؟ سيادة العراق كيف تعاد إذا أنتم الميليشيات موجودة وولاءكم لإيران وولاءكم لأمريكا؟ شلون السيادة تعاد؟ كيف تعاد السيادة؟ وشلون يعيد هذا الزرفي غير الزرفي؟ شلون يعيدها للسيادة؟ السيادة تعاد بنظام وطني، بمشروع وطني. نعم. يزيحكم كلكم ويقولكم كافي، ويحاسبكم على كل هذا الدمار اللي حصل وهذه الكارثة اللي حصلت وكل هذه الدماء اللي سفكت وتحاسبون عليها. هذا هذا النظام الوطني اللي يقدر يخلص البلاد ويعيد السيادة. السيادة ليست بعدد جنود، ليست بعدد ميليشيات، ولا 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 كلام، ولا برفع راية. لا، السيادة هيبة الدولة،
اكو هيبة للدولة، اكو احترام للمواطن، اكو احترام للقانون. المواطن يعز الدولة ويحترمها، واكو موجودة دولة. انتو لا دولة، لم تصنعوا دولة، انتو كانت اكو دولة فلشتوها، بغض النظر دكتاتورية غير دكتاتورية، مو هذا نقاشنا، لكن اكو دولة فلشتوها، وبالتالي لم تبنوا دولة، انتو بنيتوا عصابات لا دولة الان بالعراق. هل الزرفي راح يرجع يبني لكم دولة؟ شلون يبني هالدولة؟ انتو الان اكو ازمة اقتصادية، اكو ازمة صحية، اكو ازمة سياسية، اكو ازمة اجتماعية، اكو ازمة كل ازمات الدنيا الان موجودة في العراق. العراق نموذج للازمات، يعني اطار لمئات الازمات، الاف الازمات. كيف سيحلها هذا؟ لا يمكن ان يحلها شخص من هو من جزء من صنعوا هذه الازمات. بالنهاية أشكرك شكرا جزيلا دكتور رافع الفلاح، الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو، وكذلك نشكر مشاهدينا الكرام عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة بشرى عبد الواحد، كانت معنا عبر الهاتف من بغداد، ونشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.